ولما كان الزواج مقصدا عظيما أمرت الشريعة بتيسيره، أمرت الشريعة بتيسيره. وقد ذكرت لكم في المجلس السابق كيف أن الخطبة، خطبة النكاح، ميسرة لتحقيق هذا الغرض وهذا المقصد العظيم. ومن جملة ذلك أيضا تقليل المهور التي أصبحت عائقا لدى كثير من الشباب للأسف في هذا الوقت عن الزواج، تقليل المهور. فالبركة ليست بكثرة المال والمهر، إنما بقلته وبتيسيره. النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم إليه علي رضي الله عنه يطلب ابنته فاطمة، جاء في المسند وغيره بإسناد محل بحث عند أهل العلم، قال: عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ درع ما تساوي إلا دراهم معدودة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تيسير المهر، دعا إلى تيسير المهر. الأمر الآخر أيضا أن لا تعقد الأمور كما هو الحاصل عند كثير من الناس الآن، أصبحت المسائل مظاهر، ولذلك بعض الشباب لا يستطيع الزواج بسبب هذه الطلبات، بسبب هذه الأشياء التي تطلب منه، مهر مرتفع، وكذلك أن يكون في أماكن لا يستطيع هذا الشاب إلا أن يقترض ويحمل كاهليه يعني أثقال من الديون والقروض، هذا يتنافى مع مقصود الشرع من النكاح.